فلا يستغنى عن السنة البتة، ولا يمكن لأحد أن ينكر السنة، ومن أنكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر بإجماع علماء الإسلام، لا خلاف في ذلك أن منكر السنة كافر مرتد عن دين الله. لماذا؟ لأنه أبطل دين الله. القرآن وحده لا يمكن أن يكون دينا كاملا، لا بد لنا من السنة. القرآن والسنة لا يفترقان البتة، السنة تفضح وتبين معنى القرآن. وإلا لو قلت لك مثلا عند قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة صلي لي من غير أن تنظر إلى السنة، لا يمكنك ذلك، لا يمكنك أن تصلي. من أين أتيت بأن الفجر ركعتين، وأن الظهر أربع، وأن العصر أربع، وأن المغرب ثلاث، وأن العشاء أربع؟ من أين أتيت بهذا؟ هذا كله من السنة. كيفية الصلاة من أين جئت بها؟ كلها من السنة. فإذا السنة لا يمكن الاستغناء عنها في دين الله، لذلك أجمع علماء الإسلام على كفر منكرها، لأنه يبطل دين الإسلام بالكامل. وقد ألف السيوطي رحمه الله رسالة في إنكار السنة وما حكم منكر السنة.